مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى محور آخر من محافظة كربلاء مع الزميل ثامر الشمري. أهلا بك ثامر، يعني أين تتواجد تحديدا ثامر، وكيف تبدو الاستعدادات مع قرب موعد الزيارة الأربعينية؟ تفضل. طبعا زميلي عادل، نحن نقف الآن تحديدا في شارع قبلة العباس. الآن بدأت أوقات الذروة، بدأت الأعداد تتزايد، يعني بدأت أوقاتها بالذروة وتتزايد أعداد الزائرين من مختلف الطرق، لكن هذه الملايين ويوازيها أعداد من المواكب تحتاج إلى أمور لوجستية، لعل في مقدمتها هذه المواكب تحتاج إلى الغاز والمنتوجات النفطية، فلأجل التسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وما تحتاجه هذه المواكب التي يكاد لا يخلو شبرا سواء في داخل كربلاء أو خارجه إن لم يكن هنالك موكب عليها، لأجل أن نعرف كل هذه التفاصيل كيفية إمكانية تغطية هذه المواكب أو الزائرين أو أهالي المدينة بكميات الغاز، معنا السيد مدير عام المنتوجات النفطية السيد حسين طالب. سيد حسين طالب أهلا وسهلا بك. هذه الحشود المليونية والمواكب التي يوازيها، يعني المواكب منتشرة في داخل المدينة وخارجها، ناهيك عن ما تحتاجه المدينة، ما هي الخطة التي وضعتها وزارة النفط في سبيل سد حاجة المواكب والأهالي من مادة الغاز وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وزارة النفط وضعت الخطة وعدت العدة منذ الأول من صفر لتغطية الخدمات التي قدر تعلق الأمر بوزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية. الخدمة الرئيسية هي توفير المشتقات النفطية بكافة أنواعها، البنزين وزيت الغاز وكذلك غاز الطبق والنفط الأبيض. الحقيقة فيها أكثر من محور، المحور الأول هو توفير وقود المركبات لضمان انسيابية نقل الزائرين إلى محافظة كربلاء وبالعكس وتفويجهم إلى مناطق سكناهم وكذلك المناطق الحدودية. هذا باب، وضعنا خطة بفتح محطات التعبئة على مسار الزائرين مدة على مدار الساعة 24 ساعة، تجهز المواطن بكافة أنواع المنتوج وبكميات مفتوحة دون التقيد بأي كمية محددة. المحور الثاني هو توفير المشتقات النفطية للمواكب الحسينية. الحقيقة أنه وفرنا المواكب الحسينية منتوج زيت الغاز لتجهيز المولدات للمواكب الحسينية وكذلك منتوج النفط الأبيض لتشغيل الأفران لهذه المواكب، بالأضافة إلى غاز الطبق. الآن إحنا جهزنا من 1/0 ولحد الآن بحدود 7,200,000 أسطوانة غاز في كربلاء وباقي المحافظات اللي هي محيطة في محافظة كربلاء. الآن نقف في منطقة مكتظة بالزائرين، ملاكات اللي تابعين لشركة توزيع المنتجات النفطية والمتوثة بالوكلاء الجوالين المتعاقدين مع هذه الشركة يصلون إلى أي نقطة طلب في توفير المشتقات النفطية. هذه الشركة وضعت تطبيق في محافظة كربلاء اللي هو عن طريق هذا التطبيق أصحاب المواكب بإمكانهم أي تجهيز أي طلب أو أي حاجة ملحة بالمشتقات النفطية. هذا المحور الرئيسي اللي قدر تعلق الأمر بالشركة. المحور الخدمي الثاني، قامت شركة توزيع المنتجات النفطية بتوفير مادة الثلج إلى محافظة كربلاء ومحاور المؤدية لهذه المحافظة المقدسة من خلال نقل الثلج من محافظات البلاد كافة إلى هذه المحافظات، سواء محافظة كربلاء أو النجف الأشرف وكذلك محافظة بابل، بالإضافة إلى أنه نصبت معمل ثلج في محافظة كربلاء تجهز المواكب الحسينية بواقع ألف لتر مجموع الثلج الواصل إلى محافظة كربلاء عن طريق شركة توزيع المنتجات النفطية. لغاية تاريخ اليوم هو 40,000 قالب ثلج والوضع مستمر لنهاية الزيارة الأربعينية. إذن الخطة لوزارة النفط أو المنتوجات النفطية أعزائنا المشاهدين، وكما سمعتم أن هناك مقسومة إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى تجهيز الوقود لسيارات نقل الزائرين، والنقطة الثانية أيضا توفير الوقود إلى السيارات القادمة إلى كربلاء، والنقطة الثالثة تجهيز المواكب الحسينية بمادة النفط، وأيضا تجهيز بالغاز. ذكرت رقم بأنها تجاوزت لغاية الآن، جهزت وزارة النفط المنتوجات النفطية أكثر من 7,000,000 قنينة غاز. طيب، هل هناك آلية وضعتم بالاتصال بكم في حالة
احتاجت احدى البواكب، هل هناك آلية في توزيع الغاز؟ طبعا هي الآلية وكلاء جوالين منتشرين في كافة أنحاء المحافظة والمداخل ومخارج المحافظة على امتداد المواكب اللي منصوبة الحقيقة اللي تقدم الخدمة للزائرين. هذا باب، والباب الثاني هو تطبيق أطلقناه عن طريق أنه كل الجهات الإعلامية والموبايل، أنه هذا التطبيق صاحب الموكب يثبت الحاجة سواء مشتقات نفطية أو مادة الثلج، ويكون الاتصال بأقرب مفرزة موجودة تابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية لإيصال المشتقات النفطية وكذلك مادة الثلج والماء. طيب كما سمعت زميلي عادل وأعزائنا المشاهدين أن مديرية المنتجات النفطية اتبعت أسلوبا جديدا بتوزيع سواء مادة النفط أو الغاز عبر نشر تطبيق، وهناك باير كود يمكن الدخول على هذا التطبيق عبر هذا الباير كود، وبإمكان لأي صاحب موكب أو لأي شخص طلب احتياجاته من مادة الغاز أو النفط. فضلا أن مديرية المنتجات النفطية وزعت على مدينة كربلاء في مختلف مناطقها وطرقها هناك مفارز هي مختصة بإيصال الغاز وغيرها، وقد شاهدنا احنا شاهدنا ذلك عبر العديد من المفارز الموجودة في أزقة كربلاء في منطقة كربلاء أو القريبة على العتبتين الحسينية والعباسية، شاهدنا ذلك أو تلك السيارات التي تتجول بتوزيع قنوات الغاز ليلا مع نهار. نبقى معك، سمع الآن أكدت بأنه مديرية المنتجات النفطية بادرت بتوزيع الثلج، كيف وضعتم هذه يعني المبادرة في من ضمن حساباتكم؟ الحقيقة محورين، يعني المحور أنه معمل ثلج عادي لشركة توزيع المنتجات النفطية تم نصبه في محافظة كربلاء، إنتاجية 1000 قالب ثلج يوزع على المواكب باتفاق مع اللجنة الخدمية في المحافظة واللجنة الخدمية العليا اللي مشكلة بأمر الديواني وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة مثل وزارة النفط، وكذلك عن طريق العتبات العتبة الحسينية والعباسية، بالإضافة إلى توريد مادة الثلج من باقي المحافظات وبكميات تصل لحد تاريخي بحدود 40,000 قالب ثلج لحد اليوم. طيب أستاذ حسين، يعني ممكن كيفية آلية وصول هذه القناني، هل هي مخزونة هنا في كربلاء أم يتم استخدامها من بغداد أو من باقي المحافظة؟ طبعا هو موجود خزين هنا في الخزانات الكروية، بالإضافة إلى النقل بواسطة الأنبوب من الجنوب إلى محافظة كربلاء. المشتقات النفطية متوفرة بكافة أنواعها لغاية نهاية الزيارة، لأنها الموصفة كربلاء اللي هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تم تشغيلها في محافظة كربلاء. الآن ينتج 9 ملايين لتر من البنزين و5 ملايين لتر من زيت الغاز، كل هذه الكميات تغذي هذه المنطقة. عملنا على تجهيز عملنا على تجهيز المولدات السكنية في محافظة كربلاء، بالإضافة للحصة الرئيسية اللي ثبتت بموجب قرار مجلس الوزراء 40 لتر بسعر 200 دينار. أطلقنا حصة إضافية، حصة طوارئ في محافظة النجف وكربلاء لدعم منظومة الطاقة الكهربائية وتشغيل المولدات السكنية بواقع 20 لتر لكل كيفي خلال هذه فترة الزيارة. إذن أشار السيد مدير المنتجات النفطية إلى أن المنتجات النفطية بادرت بزيادة حصص الغاز إلى أصحاب المولدات وبأسعار رمزية، فضلا ان ما كشف عنه ان دخول مصنع كربلاء الى الخدمه وتزويد كربلاء بمواد المشتقات النفطيه من بنزين الى ماده الغاز هذا ايضا يعطي احد انفتاحات الحكومه او احد انجازات الحكوميه التي بادرت بفتح هذا المصفى، وهو تم افتتاحه قبل فتره بسيطه، وهذا ما يعكس عن حكومه الانجازات. استاذ حسين، يعني هل الان نحن لم نصل بعد إلى وقت الذروة، حينما نصل إلى وقت الذروة هل جميع المنتجات النفطية موجودة إلى مدينة كربلاء وزائرها؟ الخطة متكاملة، المحاور مدروسة، المشتقات النفطية بخزين استراتيجي سواء في محافظة بغداد أو المحافظات المجاورة، فلذلك احنا نطمئن كافة أصحاب المواكب والمركبات من هذه المشتقات متوفرة،
وخدمة الزائر هي ليس بمنا وإنما شرف مقدس، واجب مقدس على كل عراقي غيور يخدم الزوار في هذه المحافظة المقدسة لإحياء شعيرة نعم ثامر الإمام الحسين عليه السلام. نعم ثامر، حسب ما كشف عنه أنه مدير المنتجات الكهرباء النفطية بأن يطمئن المواطنين بأن جميع المشتقات النفطية وغيرها هي متوفرة وموجودة بكميات كبيرة، وهي موضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة المركزية. نعم زميلي عادل. نعم ثامر، شكرا لك ولضيفك الكريم من وزارة النفط، وربما هي من الأشياء الإيجابية خلال هذه الزيارة وهذه السنة هو وجود يعني إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية من قبل وزارة النفط بوجود تطبيق خاص لأصحاب المواكب، ممكن أنه خلال احتياجهم للمنتوجات النفطية من خلال هذا التطبيق يقدرون يعني يطلبون المنتوجات النفطية سواء الغاز أو النفط أو الغاز أو غيرها من المشتقات. شكرا جزيلا لك.